السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع حلقه جديده من برنامجكم دكتور جبنه. النهارده هنتكلم عن نوع جبنه ايطالي مشهور اسمه جبنه ريكوتا. جبنه ريكوتا معناه باللغه اللاتينيه المطبوخ مرتين. يعني ايه مطبوخ مرتين؟ يعني احنا بنجهزه، وبعد ما بنجهزه بنستخدمه في طبخ، وبنستخدمه في حلويات، وبنستخدمه في الكريم تشيز، وبنستخدمه في اكتر من وصفة. النوع اللي بكلمكم عنه النهاردة احنا نقدر نعمله في البيت، يعني ممكن بمكونات بسيطة جدا نقدر نعمل الجبنة الريكوتا في البيت. من مميزاتها ان هي ناعمة وطرية وملمسها حلوة المذاق، يعني طعمها سويت كده مش مالحة، بس احنا لو عايزينها مالحة هنضيف لها شوية ملح. انا هقول لكم ازاي نعملها في البيت، بس كملوا معايا لاخر الحلقة. جبنة ريكوتا غنية بالفوايد، مليانة فوايد، مليانة بروتينات وكالسيوم ومعادن وفيتامينات، يعني مناسبة للناس اللي بتبني عضلات لأن البروتين فيها عالي. بتعتمد أصلا على البروتين مبدئيا. الجبنة ريكوتا بتنتج بس من اللبن الحليب الطازج، مش أي نوع لبن نقدر نعمل منه جبنة ريكوتا، لازم يكون لبن حليب طازج من مصدر موثوق منه علشان يقدر يدينا كمية كويسة. جبنة ريكوتا أنت تقدر تستخدمها في السلط، في الحلويات، تقدر تعملي بيها تشيز كيك، يعني في ناس كتيرة قوي بتدور على الجبنة الفيلادلفيا وطول الوقت مش موجودة. البديل الصحي والآمن هي جبنة ريكوتا. أنا هقول لكم إزاي تعملوها في البيت عندكم، بس تابعوني لآخر الحلقة زي ما قلت لكم في أول الحلقة. خلينا اقول لكم ان احنا محتاجين كمية لبن كتيرة علشان نقدر نطلع كمية جبنة معقولة، يعني كل 3 كيلو لبن هيطلعوا نص كيلو جبنة ريكوتا، وده بالنسبة لنوعية اللبن. بتتوقف طبعا على نسبة الدسم في اللبن اللي احنا بنجيبه، واذا كان لبن جاموسي، ويفضل ان هو يكون لبن جاموسي احسن بكتير من اللبن البقري، لان الجاموسي بيبقى الدسم فيه اعلى شوية وبيكون طعمه احسن من اللبن البقري، بيبقى مفضل اكتر اللبن الجاموسي. يلا بينا، قبل ما نبدأ نعمل الجبنة ريكوتا ما تنسوش لايك وكومنت وشير علشان الفيديوهات توصل لأكتر ناس معانا. طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض نحضر الحاجات بتاعتنا اللي هنعمل بيها الجبنة الريكوتا. أول حاجة هنجيب كمية لبن مناسبة، على كل كيلو لبن أو حليب طازة جاموسي، أنا بفضل الجاموسي علشان يدينا نتائج كويسة. هنحط عليه ربع معلقة ملح ليمون، ملح ليمون هنحط عليه، يبقى هنجيب عندنا كيلو لبن عليه ربع معلقة ملح ليمون. هنفضي اللبن الطازة في أذان كبير وهنقلب، وهنفضل نقلب، لازم نقلب علشان ما يبقاش فيه رواسب من تحت وما يلزقش اللبن في قعر الأذان. هنقلب وهنضيف ربع معلقة ملح ليمون. قبل الغليان بشوية هيبتدي الجبنة تتخثر معانا وهتفصل الشرش عن الجبنة، ده البروتين الحيواني اللي احنا بنقول عليه جبنة ريكوتا. بدأت تظهر معانا الجبنة الريكوتا، بعد كده هنصفيها في مصفى ننزل منها المية زي ما انتوا شايفين كده. كده بقت معانا جبنة ريكوتا طعمها وريحتها تجنن، وبالهنا والشفا عليكم. بعد كده هنقلبها وهتبقى كده بقى ندخلها التلاجة تبقى بالشكل دوت. ده طبعا ده شكل المصفى اللي احنا بنصفي فيها، وبالهنا والشفا على قلبكم. زي ما شفتم كده بقى عندنا جبنة طبيعي
بروتين عالي ودسم معقول وملح خفيف. الجبنة دي مناسبة للناس اللي بتعاني من ضغط الدم ومفيدة جدا للناس اللي بتبني عضلات لأن هي غنية بالبروتين. يا رب أكون فدتكم النهاردة بالحلقة، تكونوا استفدتوا معايا. اكتبولي في التعليقات محتاجين ايه تعرفوه عن الجبن، وأوعدكم إن شاء الله إن أنا أقول لكم الجديد. وأنا الحلقة اللي جاية مهمة جدا، فيها حاجة كل الناس نفسها تعرفها. مع تحياتي دكتور جبنة، السلام عليكم ورحمة الله.